معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من أربيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين دكتور عبد الحكيم خسرو. مرحبا بك دكتور عبد الحكيم. إذن صحيفة العرب الجديد في تقرير لها ذكرت وجود صراع كردي على منصب رئيس الجمهورية في العراق، كيف تنظر إلى مستقبل حزب الاتحاد الكردستاني؟ مساء الخير. طبعا مسألة الحديث عن المناصب السيادية من الآن ربما يعني من المبكر الحديث عن هذه المسألة، خاصة فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة. صحيح أنه ما تعرفت عليه الأطراف السياسية في العراق بعد 2005 أو 2006 لحد الآن، وأن رئيس الجمهورية من الحزب الكردستاني، لكن طبعا يعني هذا لا ينفي أن التوافقات الجديدة ونتائج الانتخابات وطبعا رؤية الأطراف السياسية العراقية في مرحلة قادمة هي التي تحدد طبيعة توزيع المناصب. هذا إذا كان هناك ربما رغبة باستمرار التوافق في العراق. نعم، ولكن هناك حديث يعني في حال، ما البدائل من وجهة نظرك في حال اتفاق الأحزاب على عدم تمرير منصب الرئيس لقيادة العراق من حزب الاتحاد الكردستاني؟ ما البديل برأيك؟ لا يعني طبعا الاتحاد الكردستاني او الاتحاد الوطني الكردستاني حزب لديه قاعدة جماهيرية. صحيح انه تعرض الى من الانشقاقات، كان الانشقاق الاول مشروع حركه التغيير، والانشقاق الثاني كان هو من قبل السيد برهم صالح والذي شكل الكتله الان. لا نعلم جيدا، يعني لا نعلم لحد الان انه عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن عموما التوافقات السياسية ورؤية الأحزاب الكردستانية وطبيعة البرنامج هذا الذي سوف يحدد رئيس الجمهورية من أي كتلة سيكون. هذا إذا طبعا كما قلنا إذا لم تكن هناك رغبات بربما عدم إعطاء الكرد هذا المنصب، وخاصة منصب رئيس الجمهورية وتحديده للسنة. ربما هناك حديث الآن، وهذا الحديث يتم تداوله من خلال تشكيل الأغلبية السياسية في العراق وعدم يعني إدراك كافة القوى السياسية العراقية في إطار الحكومة الاتحادية، على الرغم من أن الخطاب السابق أيضا لم يؤدي إلى وجود شراكة حقيقية في الحكم، باعتبار أنه كان هناك استفاد من قبل طبعا التحالف الوطني الشيعي على مقدرات الحكم والسلطة في العراق بصورة عامة. لكن عموما ما زال من المبكر جدا الحديث عن هذه المسألة. وطبعا بالتأكيد الاتحاد الوطني يحتاج إلى دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي من كل يعني الذي طبعا سوف يحصل على أكثر المقاعد الكردية في البرلمان الاتحادي. لكن عموما هذا يتوقف على طبيعة التحالفات والائتلافات التي سوف تشكلها السياسية الكردستانية بعد ظهور نتائج الانتخابات. الكتلة العربية في كركوك اتهمت التحالف الكردستاني بتعطيل أعمال المجلس النيابي، يعني إن صح هذا الاتهام ما الذي تستفيده الكتلة الكردية من هذا التعطيل؟ يعني عموما من الأحزاب السياسية الكردستانية لا ترى شرعية في الوضع الحالي في كركوك، وكما شهدنا عدم أو مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني للدائرة الانتخابية في كركوك، يعني سوف لا يشارك في الانتخابات، ولا يوجد هناك أي اعتراض بالوضع الحالي الموجود في كركوك، وبالتالي أي توافق حول عودة مجلس المحافظة إلى يعني إقامة جلسات مجلس المحافظة بحاجة إلى توافق وبحاجة إلى إعادة نشر القوات المشتركة، وإن كانت هذه القوات المشتركة يعني ستكون تحت سلطة اتحادية، لكن عموما يجب أن تكون هناك قوات مشتركة ويجب أن تكون هناك توافق حول كيفية إدارة محافظة كركوك وهذه المناطق. وبالتالي الكتل الكردستانية
باعتباره تشكل الأغلبية في مجلس المحافظة لا تريد أن تعطي شرعية للوضع الحالي والوضع القائم في كركوك لحد الآن. هناك انفجار استهدف قياديا في الجبهة التركمانية في مدينة كركوك، يعني برأيك هل هي بداية، وهو مرشح طبعا للانتخابات المقبلة، هل هي بداية للتصفيات السياسية؟ كيف تصف هذا الحدث؟ يعني عموما الوضع الأمني في كركوك قلق باعتبار أنه لم يتم يعني تصفيه أو على الأقل القضاء على كل خلايا تنظيم داعش والخلايا الإرهابية الموجودة في المناطق المحيطة بكركوك، وبالتالي الخروقات الأمنية هي تتكرر، هذه الخروقات سواء كان نصب المفارز الوهمية أو استهداف قطعات الحشد الشعبي أو حتى استهداف المناطق السكنية، وبالتالي كل هذه الأمور تتطور بأنها تتعلق بالوضع الأمني الجديد داخل مدينة كركوك وأطراف مدينة كركوك. وبالتأكيد لا أتصور بأن هناك تصفية سياسية من خلال العمليات الإرهابية بين الأحزاب السياسية، لكن هناك خرق أمني من قبل الجماعات الإرهابية لحد الآن، وهذا الخرق الأمني لا يتعلق بكركوك فقط بل ببعض مناطق نينوى وأيضا بعض مناطق الأنبار. لحد الآن هناك يعني تكرار للحوادث الأمنية في هذه المناطق، وبالتالي بحاجة إلى ربما خطة واستراتيجية محكمة من قبل القوات الأمنية والحكومة الاتحادية للقضاء على كافة الخلايا الإرهابية الموجودة في هذه المناطق. أشكرك شكرا جزيلا من أربيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين دكتور عبد الحكيم خسرو.